يعني في نواحي كثيرة غير الطبية، نفسية واجتماعية تؤثر على مريض الأنيميا المنجلية. مريض الأنيميا المنجلية مثل ما زميلة أستاذ زكريا الكاظم ذكر، مرض مزمن، مرض يبدأ من الطفولة، فيؤثر على الشخص من مراحل صغيرة جدا، مرحلة الطفولة إلى مرحلة يكون شخص بالغ. وبعضهم يعني الحمد لله الآن بتطور العلاج والعناية والوعي أصبح كثير من مرضى الأنيميا المنجلية المصابين وغير الحاملين يعيشوا إلى سن متأخرة. نحن زمان كنا، أتذكر وأنا كنت طبيب أتدرب في كلية الطب، كان غالبية الأسرة في المستشفيات كانت مليانة بمرضى الأنيميا المنجلية والثلاسيميا اللي كان يحتلوا أعداد كبيرة من أسرة المستشفى بسبب أنه هذا مرض نفسي، وغالبية طبعاً يدخل من الطوارئ بسبب الألم وبسبب مضاعفات الأنيميا المنجلية اللي زي ما ذكر الدكتور أحمد فراج بتصيب أي عضو في الجسم، وانسداد الأوعية الدموية يسبب كثير من الجلطات سواء كان في الطحال في أي عضو من أعضاء الجسم. ولكن هناك العامل النفسي، العامل النفسي مهم جدا، ومهم جدا في أن الجميع يشتغل كفريق كامل لعلاج هؤلاء المرضى. فالناحية النفسية كثير من المرضى هذول يعانوا من مشاكل في القلق والتوتر، مشاكل في الاكتئاب، مشاكل في الانعزال الاجتماعي، حياتهم كلها، حياة الأسرة تتغير بوجود فرد من أفراد الأسرة يعاني من الأنيميا المنجلية. في نقاط أخرى وانت ذكرتيها من شوية بخصوص الإدمان. نعم. الإدمان هي جزء فقط من مشكلة المرضى اللي يعانوا من الأنيميا المنجلية. فكثير منهم فعلا هو ممكن يدمن على الأدوية والعقاقير اللي تحتاجوها لعلاج الألم.